10 صباحا بتوقيت الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأخبار. المستهل بشأن الطاقوي، حيث يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم في أشغال الاجتماعي الوزاري 14 لدول الأوبك وخارج الأوبك، والذي سيعقد بتقنية التحاضر عن بعد ويخصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وأفاقها. هذا وكان عرقاب قد شارك أمس في أشغال الاجتماعي 27 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة GMMC. الاجتماع عكف على تقييم ظروف سوق النفط الحالية على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الانتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر جانفي 2020. هذا وأشرف صباح اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على إعطاء إشارة انطلاق قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة في مناطق الظل بولايات شلف، غليزان، تيميمون، أدرار، غردايا والبويرة. العملية هذه تزامنت وشهر مارس الأزرق، وهو الشهر العالمي لمكافحة سرطان الكولون والمستقيم، بالإضافة إلى حملات تحسيسية والكشف المبكر لسرطان الثدي وداء السكري. وللسير الحسن للعملية تم تجنيد أطباء مختصين في الطب الداخلي والسكري وأمراض القلب. ولمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بالزميلة إنصاف بخالفة المتواجدة بفندق السوفيتال بالعاصمة. إنصاف، ما هي أهم محاور أشغال هذا اللقاء؟ وما هي أهم المعطيات لديك بخصوص إعطاء وزير الصحة لإشارة انطلاق قوافل طبية متجهة إلى مناطق الظل؟ زميلي صهيب، نحن هنا من مقر فندق سوفيتال مع الدكتور جمال فرار، حيث سيحدثنا عن مناسبة شهر مارس. هو شهر الأزرق، شهر مكافحة القولون، وفي نفس الوقت هو شهر العالم الموحد ضد مرض السمنة. إن أمكن كلمنا فيما يخص هذه القافلة. شكرا. يعني اليوم يوم خاص فيما يخص المجال الوقاية والبرامج الوقائية على مستوى الجزائر، ويعني خذينا اليوم لأنه شهر مارس هو الشهر العالمي لمكافحة سرطان الكولون والمستقيم، وأيضا يعني في إطار هذا الخرجات تاع الكلينيك موبيل، يعني اللي خارجين اليوم راح يكون يعني تحسيس فيما يخص سرطان كولون، وايضا في القافله هذه اللي مورانا راح يعني راح يكون لو ديبيستاج دو كونسير دو سان، يعني سرطان الثدي. وخذينا الفرصه هذه ايضا باش تكون قافلتين، واحده تمشي يعني على مستوى ولايه البويره والاخرى على مستوى ولايه شلف، خاصه المناطق الظل. والقافله فيما يخص السرطان راح تروح الولايات الجديده تيميمون، يعني في عمل موحد فيما يخص التحسيس والتشخيص ايضا على هذه الامراض، يعني السرطان، الضغط الدموي ومرض السكري على مستوى هذه الولايات، باش نعطيو الفرصه ايضا للمواطنين باش يستفادوا من التكنولوجيا الحاليه اللي عندها، يعني في الكلينيك هذو في الكلينيك موبيل، فيه يعني دي ماتيريال سوفيستيكي، باش الناس هذو ايضا يستفادوا ككل مواطنين بكل الامكانيات اللي اعطتها لنا الجزائر الجديده. شكرا جمال فرار، دكتور جمال فرار، نوافيكم اكثر في تفاصيل اخرى في نشراتنا القادمه. الزميلة إنصاف أبو خلفة كنت معنا مباشرة من فندق سوفيتال، حيث أعطى وزير الصحة إشارة انطلاق قوافل متجهة إلى مناطق الظل. شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. نبقى في شأن الصحية وعن تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد. سجلت أمس 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 113,593 حالة، في حين تمثل الاشتفاء 78,524 من بينهم 147 تماثلوا أمس للشفاء. كما سجلت 5 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 2,996 حالة وفاة رحمهم الله.
ينظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع لجنة الربط بالطريق العابر للصحراء ينظم ندوة بعنوان الطريق العابر للصحراء ممر اقتصادي ناجع يمهد لاندماج إقليمي متناغم، وذلك بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. دوليا، فتحت محكمة العدل الجنائية الدولية تحقيقا حول الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة العام 2014، والذي خلف آنذاك أكثر من 2000 شهيد فلسطيني أغلبهم من المدنيين. خطوة باركها الفلسطينيون رغم اعتراض الإدارة الأمريكية الجديدة التي اكتفت بمراجعة قرارات الرئيس الأسبق دونالد ترامب فيما يخص عقوبات طالت أعلى قمة في هرم هاته الهيئة القانونية الدولية. عن جديد المشهد الوبائي في العالم، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم أمس أن حكومتها قررت رفعا تدريجيا وحذرا للحجر الصحي عبر مخطط من 5 مراحل سيدخل حيز التنفيذ بداية من الاثنين المقبل، في حين تأمل الجارة فرنسا في العودة إلى الحالة الطبيعية بداية من منتصف شهر أبريل نيسان القادم. وعلى النقيض من ذلك، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن حكام بعض الولايات التي رفعت تدابير الحجر محذرا إياها من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن ذلك. نهاية الموجة، شكرا للمتابعة، السلام عليكم.